إن الشاب عليه ألا يحكم على عالم، لأنه في الأصل ليس بعالم. ربما يظن أن هذا العالم لما أفتى بهذه الفتية ظن أنه على خطأ واضح صريح مخالف للأدلة، وإذا بالحق معه. ثم لم ننصب حكماء أو رؤساء أو قضاة على الناس وعلى نياتهم وعلى ما في قلوبهم. الإنسان ينجو بنفسه ولا يظن بإخوانه المسلمين سوءا، فكيف بعالم؟ لكن إن رأى أو سمع ما يظن أنه مخالف للشرع فعليه أن يسأل علماء الآخرين دون أن يصرح باسم. المسألة الفلانية ماذا يقال فيها؟ قد قيل فيها بكذا، أهو قول له وجه؟ حتى يطلع على المسألة، ثم بعد ذلك يكون إن كان هناك خطأ يكون التوجيه. يمكن أن يأتي هذا الشاب إلى هذا العالم الذي أفتى بهذه الفتية ويناقشه، لكن من باب الأدب، يعني يأتي إليه من باب المتعلم لا من باب المعلم، يقول استشكل علي ما ذكرته في كذا وكذا وكذا، مع أن هناك أدلة تخالف ما ذكرت. حتى لو لم يقبل ربما ما تأتيه به من أدلة تجعله في وقفة مع نفسه.